أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. فن الظلام هو من أنواع الفن الحديث في المملكة، وضيفتنا هي السعودية الوحيدة التي بدأت في هذا الفن، فعلمت نفسها بنفسها محاولات متميزة وتميزت عن غيرها ووضعت بصمة سعودية خاصة بها. أعزائي المشاهدين، يسعد أن يكون معنا في الاستوديو ضيفتي هنا مرام الصايغ، متخصصة في فن الظلام. ومساء الخير لك يا مرام. أهلا وسهلا، مساء العافية. الله يعافيك أستاذ مرام. يعني في الفترة الأخيرة إحنا فن الظلام، سمعنا عن فن الظلام، فن الظلام وشفناه يمكن كثير. تحدثيني أكثر، إيش يميز هذا النوع من هذا الفن؟ أول ميزة فيه طبعاً إنه يخفي الشخصية. يعني كثير بنات يقولون نبغى نتصور بس إنه ما نبغى نطلع. فهذا الفن ساعدني كثير بإني أنطلق مع البنات بطريقة واسعة جداً. أقدر أغير في الملامح يعني وقت التصوير. تحتاج إضاءة معينة اللي هي الإضاءة اللي تحت البنفسجية اللي لونها موف، هذه تساعد الألوان أنها تظهر اللي في الظلام. يعني هذه من الأساسيات اللي ممكن لازم تكون موجودة عشان إحنا نسوي يعني فن الظلام. الإضاءة، أيوة الإضاءة اللي لونها موف، هذه تساعد أن الألوان تطلع. سواء إن إحنا باين عندنا هنا حتى في الشاشة الصور ممكن تكون باينة للمشاهدين الفكرة يعني اللي أنت تقصدينها. أيوة. هذه الإضاءة لا كانت قريبة، وفي إضاءة ثانية عشان تبين الشخص، هذا طبعا رجل. عشان كذا حاولت أني أبين الملامح. هذه فراشة على يد، هذه فيها فكرة قبل ما أرسم. يعني بعض المرات تكون عندك أفكار قبل 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 الرسمة نفسها. أيوة أحيانا لا خلاص إنه على حسب ما تطلع. أيوة. هذه برضو فراشة، هذه جت بفكرة صح؟ أيوة. طب إيش هي الفكرة كنت تقصدين فيها في هذه الرسمة؟ هذه فراشة نص على الوجه والنص الثاني على اليد. طبعا كانت صعبة جدا لأنه كيف ترسمين من الوجه لليد، الانتقالات هذه صعبة شوي فيها. يعني بعض المرات أنت قلتي أنها كانت صعبة، فأنت علمتي نفسك بنفسك. أيوة. وهذا الفن مو هو موجود، طب كيف أنت واجهتي هذه الصعوبات في هذا الفن؟ يعتبر أنه فن جديد. الصعوبة اللي فيه أنه أول شيء كيف تختارين الإضاءة، عفوا الألوان المناسبة للوجه، لأنه في منها كذا نوعية، نوع الأوراق، نوع الإعلانات. فكان صعب أني أدور للجسم لأنه ممكن أني أواجه مشكلة في حساسية البشرة. وغير كذا الفرش المناسبة لهذه الإضاءة والألوان، لأنه الحين أستخدم بس فرش المكياج الخاصة فيني، ففيها شوي نوع من الصعوبة في الاستخدام. طيب أستاذة مرام، يعني من خلال خبرتك إيش هي الأساسيات المفروض أن الواحد يبدأ فيها إذا كان حابب أو عنده هواية أو حابب يتعامل مع فن الظلام؟ إيش هي الأساسيات اللي ممكن إحنا نبدأ فيها؟ على حسب الموهبة اللي عنده. إذا رقص ما يحتاج، إذا رسم لا يحتاج أنه تكون يده ماخذة على الرسم. لأنه في ناس ممكن تنتقل من رسم على الورق لرسم على الجسم. سواء يعني في كم صورة تطلع ممكن تظهر أنه في مصورة أنا في الظهر، ممكن في اليد، ففيها شوي يعني مزيد. طب أنت كان لك مشاركات في المعارض، كيف عرفتي الناس عن هذا الفن؟ كيف كانوا الناس معك؟ هل هم يعني كان عندهم فكرة مسبقة عن فن الظلام ولا لا؟ صراحة معارض لسه ما دخلت فيها بالألوان. المشاركات اللي كانت لي مجرد الصور اللي أصورها للطبيعة والمنتجات، وغير كذا الفيديوهات، بس الألوان لا لسه، يعني أحس يبالي وقت فيها. إن شاء الله أكيد مع الوقت إن شاء الله يمكن حتظهر في المستقبل. إن شاء طيب الله. أنت بترسمين مثلا في رسومات تكون على الوجه، على الجسم، يعني عارفة توظيف الألوان بعض المرات، كيف تتراعي انه الصوره نفسها ما تطلع، ما بقول انها تخوف لا، بس هي كان لها انطباعات وانعكاسات مع الضوء صح؟ أيوة. ولا لا؟ كيف ما تشوفين في بعضهم يترددون انه يسوون هذه الفكره او يخافون انه يسوون هذه الفكره بالذات من البنات؟ صراحه الا اذا كانت البنت يعني ما عندها خلفيه عن هذه الالوان تقول كيف يعني، انا اهلي ما يرضون. فلا يعني اوريها صور انه لا شوفي، واذا تبين نصور بعدين نشوف اذا تبين تحطينها ولا لا. كيف تبداي تحضرين معاهم طيب يا مرام؟ كيف تبداي تحضرين معاهم؟ يعني زي ما انت تفضلت جات لك واحده تقول لا انا اخاف، انا اهلي ما يرضون، كيف تبداي تحضرين معاهم الخطوات؟ كيف ممكن انك تقنعني يعني الاقناع في هذا الفن؟ في بنات ابدا في باليد. انه شوفي رسمت عليك يعني عينه ممكن نقول. ايوه تصير عينه كذا صغيره انه شوفي ما بانت. ويعني كثير حسيت ان البنات حبوها اكثر من الفنون الثانيه. حبوها، حبوا الفكره، تلاقين انهم يطلبوها منك على طول؟ صراحه جدا اي كثير كثير طلبوا مني.
طيب تفتكر انه يعني احس انه هذا الفن مو سهل صراحه، احس انه شويه صعب، يعني التصوير يعني كل فن له مميزاته، بس يحتاج وقت، يحتاج اخراج معين مثلا معاكي؟ يحتاج وقت، يحتاج شخص رايق جدا، اها، ما عشان يطلع الفن اللي فيه. ايوه يعني مثلا لو جيت اسوي مع بنات اللي من هنا تجرب واللي من هنا تستخدم واللي من هنا، فاحس انه لا الموضوع شوي مزعج، فيحتاج شخص يكون هادي شوي ورايق، يحتاج ويكند اكثر من طول يعني الاسبوع. تفرغ، انت تحتاج انك كمان انت تتفرغي لهذا الفن. ايوه لان فيها رسم. طيب تتقبلي الافكار؟ يعني مثلا واحده تجي لك تبغى فكره معينه في راسها، تبدأين تتقبلين كل فكره تجي لك؟ هل هي كل فكره او كل رسمه نقدر فعلا نخرجها بفن الظلام ولا لا؟ تتقبل ان نخرجها بفن الظلام؟ بالعكس، جدا 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 حلو ان يجيني افكار من برا، ممكن نوظفها في الالوان هذه، ممكن تتطور بعد الفكره. طب انت الافكار حقتك تطورت وصار في فريق تطوعي صح ولا لا؟ صحيح. تكلمين عن الفريق التطوعي اللي عندك؟ هم منقسمين بين تطوعي ومشارك. فبدات فيها من معرض كان في عام 2014. بدينا يعني كلها للحين مجهودات شخصيه، يعني مهارات مختلفه، يعني كلكم تجمعتوا مع بعض وسويتوا فريق تطوعي؟ ايوه، انه مجموعه حابينهم يشتغلون سواء بارت تايم، سواء في الاجازات، سواء في حتى في الاعياد. احيانا في ناس تطوع انه ما عنده شيء، فتحب انها تشارك في اشياء عشان تحس بقيمه الوقت، تحس بالمجهود، يعني في طاقه شبابيه قويه قاعده تطلع منهم. طب في مشاكل بعض المرات تواجهكم انتم كمتطوعات؟ بنات قصدك؟ البنات في التنظيم، في الافكار؟ لا والله الحمد لله، يعني ممكن العقبة الوحيدة انه الفصل، انه المجتمع ليش كذا، ليش انه مع شباب، ليش الاشياء هذه تصير، ليش انه كلها تتمحور على انه البنات لا يكونون جنب شباب. المشكلة هذه أزلية عندنا. اي هذه طيب لابد. مرام، طيب كيف انتم ممكن تعرفون هذا الفن؟ كيف انتم ممكن تسوقون لهذا الفن، للمواهب اللي انتم فيها؟ تطوع المشاركة قصدك؟ أو هذا الفن نفسه، لما أنت تسوين رسمات كيف أنت تعرفين المجتمع عليه؟ كيف أنت ممكن تستغلين هذا الفن اللي موجود أنك تسوقين له حتى أنت كمان تستفيدين منه كمان؟ لا، ألوان الظلام ما في فيها فريق. الفريق اللي نتكلم عنه لا، هذا مجال آخر عندي. الألوان أنا بالحال اللي أصور وأرسم، في طبعا مشاركات بسيطة كم رسمة من زميلتي، بس انه ما انعرضت. طيب انت كمان انجذبت لمجال التسويق كمان على الصعيد الثاني، ايش اللي جذبك لمجال التسويق؟ احب اوصل الاشياء بطريقه غير مباشره، طبعا تسويق في السوشيال ميديا مو على ارض الواقع. لما اصور يكون في هدف معين في الصوره، فيه احساس معين في الصوره، فيوصل بطريقه غير مباشره للمشاهد، سواء صوره او فيديو طبعا. طيب السوشيال ميديا فادتك كثير في يعني انه افكارك توصل بتفاعل الناس معاكي؟ ايوه جدا جدا جدا، يفيد من ناحيه مثلا لو مثلا بحط سؤال في السوشيال ميديا يجيني الجواب على طول. فمفيده جدا السوشيال ميديا. طب بالصور كيف فادتك؟ يعني مثلا انت عم تسوقين للصوره، حطيتي الصوره، كيف فادتك؟ كيف هل الفكره فعلا وصلت للناس اللي انت يعني قاصده فيها بالصوره؟ لقيتي تفاعلهم معاكي؟ على حسب الصورة، إذا في منتج نبي نسوق للوحدة يجي زي ما يقولون زبائن. إذا مشاركات في تطوع أو مشاركة في معرض، نلقى عدد كبير يسجل في الرابط اللي يكون موجود في. تجي لك أفكار من الناس في السوشيال ميديا؟ يعني تعليقات على الصور، أو يضيفوا لك فكرة جديدة مثلا، أو فكرة ما كانت يعني خاطرة في بالك؟ أيوة كثير. يعني تفاعلهم حسن، كانت تستقطبين الأفكار منهم؟ جدا، وارحب فيها بعد. بالضبط، هذه طريقة مرة حلوة للتواصل كمان، وتعرفين أفكار الناس، ممكن أنت كمان تبنين هذه الأفكار للمستقبل لك صح ولا لا؟ أيوة طبعا. طيب إيش أهم خططك المستقبلية؟ أهم حاجة أنه أبغى أسوي البزنس الخاص فيني. هذه أول خطوة يعني، وبعدها تترتب الأشياء الثانية. طب أنت البزنس الخاص فيك تخيلتيه في أي مجال؟ الدعاية والإعلان. الدعاية والإعلان، يعني كلها تمحور حول التسويق. طبعا يعطيكي الف عافيه مرام، احنا اكيد نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وتوصل فكرتك. يعطيكي الف عافيه مرام الصايغ، فنانه في فن الظلام، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن اكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.
متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.